مفيش حد هيحبنا وهيخاف علينا ابدا قد امهاتنا. لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع جملة أنا مامتي نرجسية وبتفضل مصلحتها الشخصية فوق مصلحة الكل. ده طبعا بيختلف تماما مع غريزة الأمومة ومع فكرة الأمومة ككل، لأن كل أم المفروض أن هي بتقدم لولادها، بتضحي علشان ولادها، بتبدي ولادها عليها. ففكرة أن في أم نرجسية دي كانت حاجة غريبة شوية. منورانا النهارده في الاستوديو انتي استاذه اسماء ابو الفتوح، استشاري العلاقات الاسريه، اللي هتكلمنا بالتفصيل عن الام النرجسيه والصدمات النفسيه اللي ممكن تسببها لاولادها، وايه هي علامات الام النرجسيه. وارجوكوا اسمعونا وركزوا معانا علشان لو فينا احنا الصفات دي نغيرها. اهلا بيكي يا استاذه اسماء، منوراني في انتي. الله يخليكي، ميرسي على ذوقك. ربنا يخليكي، كل سنه طبعا وحضرتك طيبه. طيبه، ميرسي، سنه سعيده عليكي ان شاء الله وعلينا جميعا. يا رب يا رب ان شاء الله. في البداية خالص عايزة أعرف علامات الأم النرجسية، إيه هي؟ مين هي الأم النرجسية؟ أوكي، خلينا هقول كده حاجة صغيرة، إنه هضم معاها الأب النرجسي كمان عشان هما الاتنين تقريبا شبه الصفات في بعض. هما الأساس بتاع الأم النرجسية هو التحكم والسيطرة. فأنا متحكمة ومسيطرة على كل حاجة تخص أولادي، كل وأي حاجة صغيرة أو كبيرة. عندي كمان، عندها من صفاتها إن ما عندهاش تعاطف مع أولادها، بمعنى ابنها حزين، ابنها زعلان، ابنها مقهور، ما عندهاش الكلام ده، فيش تعاطف خالص، فيش حتة المشاعر، بالعكس ده هي ممكن تسخف. ما انت اصلك ما عملتش ده علشان كده انت حاسس بكده، ما انت اصلك لو كنت تصرفت التصرف ده كنت بقيت كذا. إساءة لفظية مستمرة، وفي بعض الأحيان بتبقى إساءة جسدية، ويمكن الأب النرجسي بيبقى عنده حتة الإساءة الجسدية دي، ضرب بقى مختلف الأنواع، يكسر بقى الحاجات، مش عارف إيه، شوية بتبقى أكتر باينة عند الأب. كمان هي عندها تمييز رهيب بين ولادها، يعني لازم تميز بين ولادها وتقارن بينهم بين بعضهم. مش مشكلة بقى نفسية الولاد ويتضايقوا من بعض ويكرهوا بعض، ده كله مش مشكلة عندها، هي المهم ليها واحد مفضل. بالظبط، بالذات الام تفضل الولاد اكتر من البنات. الاب النرجسي برضو نفس الشيء، برضو انت ما فيش تمييز خالص، يعني ما بيميزش في سلوكه وفي طريقته بين الولاد وبعضها. ممكن يكرهوا بعض وممكن يتضايقوا من بعض، مش مهم. المهم ان انا هفضل واحد عن التاني. بالنسبه للاب، هو هيفضل الشخص اللي بيعمل له الحاجه اللي هو عاوزها وقت ما هو عاوزها اكتر من الام. بس الام النرجسيه تميل للولاد اكتر من البنات، بتميزهم اكتر. كمان هم بيتبعوا اسلوب الجاز لايتنج، اللي هو التلاعب بالعقول، اللي هو بيبقى فيه اساءه نفسيه، بمعنى تيجي انت حكيتي لي حاجه، يا ماما انت فاكره لما عملتي فيا كذا، لا فاكره لما ضربتيني، ماما انت قلتي لي مش عارفه ايه، انت وعدتيني بكذا، انت بتهيألك، انت اكيد مجنونه، انت مش عارفه ايه الكلام ده، ما حصلش. لا لا لا، انا ما قلتش، انا ما وعدتش. فده اساءه نفسيه، لانه بتخلي اللي قدامها، لا ما انا اكيد عندي حاجه علشان كده، انا اكيد ماما وبابا، فمش معقول هيقولوا حاجه غلط. خاصه لما الموقف يتكرر الواحد بيحس انه بالزبط مجنون. بالظبط، هما بقى بيعتمدوا على حته الجاس لايتنج دي، اللي هي التلاعب بالعقول، تلعب بعقلك لحد الحاجه اللي هي هتقولها لك انت هتصدقيها. طبعا في حته مهمه، ان الماسك اللي بيبقى ملبوس بره البيت وانها هاديه وبتاع وبتتعامل بطريقه لطيفه، هو عكس اللي جوه البيت تماما. لان هي اساءه لفظيه صعبه طول الوقت، انت مش زي فلانه، انت مش زي كذا، مقارنات. حب مشروط بقى، انا بحبك فاعملي لي كذا، انت حققتي ونجحتي يبقى انا بحبك، انت ما حققتيش يبقى انت فاشله وانت مش نافعه. طول الوقت الاطفال معرضين لده بشكل غير طبيعي. ده غير كمان حته بلس بقى، الغيره. يعني لو بنتها مليانه شويه وبدات دايت وحققت، تغير من بنتها. معقول؟ اه، في ام تغير من اولادها؟ ايوه، كان تغير بقى وتكسر، تبدا بقى تعمل الصواني والحاجات، ما انا عايزه اكسر بقى في بنتي. على فكره انت لما كنت تخينه كان شكلك احسن، على فكره انت لما خسيتي بصي جسمك اصله مش حلو كده، وتتضايق جامد لو بنتها حققت. انا عارفه انه ده يبان للناس انه ازاي الاب والام يغيروا من ولادهم، بس دي كيسز انا بتعرض لها في الجلسات وموجوده. صدمه، دي صدمه، حتى صدمه جدا لما تيجي بقى البنت، لما تبقى امي بالزبط. هي عدوتي، هي اللي بتكسرني، هي لما تيجي بقى هي تشتكي لي تقول لي تخيلي ماما بتغير مني عشان حققت، تخيلي ماما بتغير مني عشان دخلت كليه مثلا احسن منها علشان كذا. وفي امهات بتصر ان البنات يدخلوا مثلا نقول هي كليه مثلا تجاره، لا مش تدخلي الكليه دي، ده انت تدخلي اقل معهد، مع ان المجموع يجيب، لا عشان ما تبقاش احسن منها. وده بيبقى اجريسيف شويه.
ايه اللي يخلي البنت تتيقن ان امها بتغير منها وانها مش بتعمل كده لاي سبب من الاسباب اللي ساعات كتير الاباء والامهات بيبقوا شايفينه بس مش قايلينه لاولادهم ان هو ده عشان مصلحتك عشان انت مثلا ما تقدريش على اكتر من كده؟ بيبقى ساعات الاباء والامهات مش مصرحين اولادهم بكل حاجه او باللي يكون في صالحهم هو كده وخلاص. فايه اللي يخلي البنت تفكر انه مش اي سبب من الاسباب دي، انما لا دي غيره، هي غيرانه مني عشان تكرار التكرار الحدث بالذات بيبان لو هي محققه. طب لو هي مش محققه وبنت مش عامله اي حاجه خالص، خلاص هي طول الوقت رايحه جايه اساءه لفظيه، بقى انت فاشله، انت مش نافعه، انت كذا. انما لما بتبدا تحقق بيحصل هنا وبيبان قوي قوي. كمان ممارسه الصمت العقابي اللي انا هخصمك بقى، نقعد اسابيع شهور كده الاب سواء او البنت، والسبب انت تصرف معين ممكن يكون صدر منك بعفويه بس انا هعاقبك على هذا التصرف. امتى بقى الولاد يكتشفوا ده؟ هو بيبقوا عارفين انهم في دايره بيلفوا فيها طول الوقت بس مش عارفين في ايه، يعني في حاجه غلط. هو ليه ماما بتعمل معايا كده؟ هو ليه ماما يعني مثلا مميزه اخويا او اختي عني؟ هو ليه يفضلوا في الدايره دي لحد تقريبا نقول سن 18 19 سن بقى النضج الى حد ما، يعني يبداوا يوعوا ان انا عندي مشكله مع ماما. لا انا ماما عملت لي صدمات كتيره. بس للاسف طبعا لما ده بيحصل بيكون ممكن تكون البنت دخلت في علاقات سامه توكسيك بسبب انها عايزه حد يتكلم معاها، مفتقده حنان، مفتقده حب، عدم شعور بالامان. وده بقى الام والنرجسيه والاب النرجسي بيعملوه في الولاد، ان هم مش حاسين بالامان، انه ما فيش ثقه بالنفس، انا استحقاقي قليل، يعني انا قيمتي قليله. فبالتالي تلاقي البنت ممكن تكون على درجه عاليه من العلم والذكاء و تلاقي اختياراتها ضحله قوي، قليله قوي، مش زيها خالص. انت نفسك لو بصيتي تقولي لها وشمعنى ده ليه بنتي بده؟ ما انا مش شايفه نفسي اصلا عندي قيمه. كانه بتر بالظبط. بس هي مش شايفه ده بالظبط. عدم ثقه في نفس، عدم تواصل، لان اصلا الام والاب مش متواصلين مع مشاعرهم، مش متعاطفين مع نفسهم. فبالتالي ازاي هيبقوا الولاد كده؟ فالولاد بيبقى في بينهم جاب او فراغ بينهم وبين مشاعرهم، بينه وبين نفسه. انا مش عارف هو انا كويس ولا وحش، انا مش عارف يعني ايه مشاعر حزن اتواصل معها ازاي، يعني ايه غضب اطلعه ازاي غير ان انا مثلا اكسر عشان شفت بابا بيكسر مثلا. وهكذا. دي الصدمات اللي بتاثر على الولاد في وجودهم في البيئه التوكسيك دي. طيب نجيب من قبل كده، ايه اللي يخلي الام او الاب اصلا نرجسيين؟ ايه اللي دفعهم للسلوك ده؟ التربيه والنشأة، هم كمان نشأوا مع اب وام نرجسي. طب دي دايره بقى. ايوه هنا بقى يجي دورنا. يعني يجي دور اي حد بيكتشف انه انا في دايره مش فاهم هويتها، مش لازم اطلع من على الانترنت مواصفات الام النرجسيه واقول تنطبق على ماما بكام نسبه. بس انا حاسس ان انا في بيئه بين الاب والام في مشكله، انا مش انا مش لاقي نفسي، مش عارف اتواصل مع نفسي، مش عارف اتواصل مع افكاري، مش عارف احقق، مش عارف. كل ده اسئله بتبقى جوه الطفل، يعني نقول انه مش طفل بقى ناضج 19 20 21 سنه. هنا بقى البنات بيجوا لي يبداوا يقولوا لي احنا مش عارفين فين المشكله. فلو سمحتي إيه؟ ساعدينا في ايه بالظبط؟ ايه بقى اللي بيحصل؟ بنبدا هنا بقى نتكشف. هي الام مش مكتشفه انها نرجسيه. خلي بالك انه الشخص النرجسي ما بيقولش انا نرجسي، لان هو بالنسبه لنفسه انا يعني ما بغلطش، انا زي الفل، انا ما حدش يغلطني ولا انا بعمل حاجه غلط.